عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في بداية هذه السلسلة المباركة. هذه السلسلة صفحات من التاريخ، وهذا هو الجزء الثاني لهذه السلسلة. الجزء الأول اتكلمنا عن بعض غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، عن بعض المواقف فيها. الجزء ده هنتكلم عن أشرف بيت على الإطلاق، هو بيت النبوة. عايزين نتكلم عن زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عن أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخلونا نقترب أكثر من البيت النبوي، نتعلم منه، نشوف تاريخه، نشوف البيت ده من الداخل كان عامل إيه. هنبدأ في السلسلة دي بالبداية المعهودة، والبداية اللي دايما احنا بنحب ان احنا نبدأ بيها هي بداية الكلام عن الطاهرة. الطاهرة السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة قبل الإسلام لقبوها بالطاهرة، واللقب ده ما جاش من فراغ. لقب ستنا السيدة خديجة بالطاهرة سببه إن هي فعلا طاهرة وعفيفة وشريفة ودينة وصينة ونقية حتى قبل الإسلام. فزي ما لقبوا سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة بالأمين، ستنا السيدة خديجة قبل الإسلام كانوا بيلقبوها بالطاهرة. كانت دايما ستنا خديجة تذهب للبيت الحرام وتطوف حول البيت الحرام، ده قبل الإسلام. كانت تكثر من الدعاء أن يبارك الله لها في تجارتها. تجارة السيدة خديجة كانت تجارة من نوع خاص، لأنه كانت قوية جدا اقتصاديا. فكانت القافلة التجارية بتاعت ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها تساوي في القيمة وفي القدر مجموع قوافل قريش بالكامل. فكانت السيدة خديجة طاهرة عفيفة نقية صينة دينة، يعني كانت حازت كل الصفات، بالإضافة إنه هي كانت صاحبة مال. وكان الرجال اللي بيفهموا في التجارة كانوا يذهبون بتجارتها من مكة إلى الشام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فالرحلتين دول كانوا بيطلعوا من مكة إلى الشام. فالسيدة خديجة رضي الله عنها أرضاها التجارة بتاعتها كانت تساوي مجموع قوافل قريش. ستنا السيدة خديجة دي اتجوزت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولانية واحد اسمه أبو هالة ابن زرارة التميمي. وأبو هالة ده توفي في الجاهلية قبل الإسلام يعني. وبعدين تزوجت واحد تاني اسمه عتيق ابن عابد ابن عبد الله المخزومي. يبقى أبو هالة وعتيق. وبعدين أنجبت من عتيق ده، ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه. الغريب بقى في حياة ستنا السيدة خديجة إنه كان لها فكر خاص كده بعيدا عن النساء. فكتب التاريخ بتحكي لنا وتقول لنا إنه السيدة خديجة في يوم ذهبت إلى بيتها و جاء وقت النوم فنامت،
فرأت فيما يرى النائم أن شمساً عظيمة في سماء مكة المكرمة. هذه الشمس العظيمة نزلت في دار خديجة بنت خويلد فأضاءت جوانب البيت بأسره كله، وبعدين خرج هذا الشعاع وهذا النور من بيت خديجة لينير كل البيوت اللي موجودة في مكة. استيقظت من النوم والرؤية دي شغلها جدا. ماذا تصنع خديجة بعد أن رأت هذه الرؤية؟ مباشرة ذهبت إلى ورقة بن نوفل، وعشان برضو الأمانة العلمية، كان ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد، تقريبا كان يطلبها للزواج لكن ده لم يتم، يعني كان عايز يخطبها لكن ده ما تمش. ذهبت السيدة خديجة وهي تفكر في هذه الرؤية. الرؤية دي شغلتها جدا وخلتها تفكر تعمل ايه، تروح لمين، تكلم مين، تتناقش مع مين. فقالت افضل حد اروح اعرض عليه الرؤية دي هو ورقة بن نوفل، باعتبار العلم اللي عنده من الكتب السابقة. ذهبت السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل، خبطت الباب عليه، فقال: من؟ قالت: خديجة. فرد ورقة بن نوفل وقال: خديجة الطاهرة؟ فردت ستنا السيدة خديجة وقالت: هي 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 هي. ستنا خديجة جلست بين يدي ورقة بن نوفل وقصت عليه الرؤيا أنها رأت شمساً عظيمة، وهذه الشمس في سماء مكة نزلت في دار خديجة، أضاءت كل جوانب البيت وأصاب كل بيت في مكة نور من هذا النور اللي نزل بسبب الشمس اللي نزلت في دار خديجة. تبسم ورقة بن نوفل تبسم شخص على يقين إن في حاجة هتحصل، لأنه قضية الرسول دي كانت شغلة تفكير ورقة بن نوفل، ومن اللحظة دي بدأ تفكير السيدة خديجة، لأنه الحوار بقى لسه هيجي، فهيبدأ ورقة بن نوفل يكلم ستنا خديجة عن المستقبل وإن فيه رسول في آخر الزمان. فورقة بن نوفل قعد كده فتبسم وكأنه يستعجل هذا الأمر اللي هو إيه؟ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: يا خديجة، إن صدق الله رؤياك فهذا معناه أنه في بيتك سيكون آخر رسول سيرسله الله عز وجل، هو الرسول الخاتم، وصفات هذا الرسول في كتبنا. الكلام ده بدأ يشغل عقل ستنا السيدة خديجة، بدأت تفكر رسول وسيرسل في داري. في نفس التوقيت ده أخبار الناس في مكة كانت لازم توصل للسيدة خديجة، لأنه السيدة خديجة صاحبة مال، فلازم أخبار الناس اللي حواليها توصلها، علشان الناس دول منهم عدد هيتعامل معاها. يعني أنت لو عندك شركة تجارية، فبتبدأ تسأل الشركة الهين الصادقة: مين اللي كويس، مين اللي ياخد مني، مين اللي ما ياخدش مني، مين اللي يتعامل معايا، مين اللي ما يتعاملش معايا، وهكذا. فمع وصول أخبار أهل مكة إلى السيدة خديجة، كان بيوصلها أخبار عن الشاب الأمين. لكن خلونا مع العقلية اللي انشغلت جدا بحوار ورقة بن نوفل،
ان الرؤيه بتاعتك دي لو صادقه فعلا، ده معناه ان الرسول ده هيكون في بيتك. حصل موقف تاني زاد انشغال السيده خديجه جدا بقى. الموقف ده كان اصرح من الموقف الاولاني، مع ان الرؤيه دي كلام ورقه بن نوفل كان واضح وصريح. السيده خديجه كان فيه موسم لنساء قريش. الموسم ده يعني يوم في السنه نساء قريش يجتمعن بجوار البيت الحرام. يا رب يرزقنا واياكم زياره البيت وما يحرمنا ابدا من زيارته. فاجتمع نساء قريش بجوار البيت الحرام، وكل واحدة قاعدة تتكلم، وإحنا قلنا في أول الحلقة إنه السيدة خديجة كانت تذهب للبيت الحرام، تطوف بالبيت وتكثر من الدعاء لله، ده قبل الإسلام، إن ربنا يبارك لها في التجارة بتاعتها. فهم قاعدين ظهر واحد يهودي وطل كده على نساء قريش وهم قاعدين، وقال كلمتين من العيار التقيل. قال إيه؟ قال: يا معشر قريش إنه يوشك أن يكون في آخر الزمان نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون له فراشا فلتفعل. يعني بالبلد كده هيجي رسول في آخر الزمان، الرسول ده أي واحدة فيكم تقدر تكون زوجة له تعمل. إيه رد الفعل بقى؟ نساء قريش انقسمنا، اللي رماته بالطوب، اللي رماته بالجنون، اللي رماته بالسفاهة، إلا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الكلام ده شغل عقلها جداً، فبدأت تربط بين الكلام ده وبين الرؤية اللي شافتها والكلام اللي ورقة بن نوفل قال عليه. أنا أقدر أقول بحسي أنا وبفهمي أنا إنه بدأ يستقر في نفس السيدة خديجة وفي قلبها وفي عقلها إنه في حاجة جديدة هتحصل في الأيام اللي جاية، والحاجة دي مرتبطة بالرسول اللي هيرسل في آخر الزمان. الله! يبقى فكرها ده بيتواطأ مع ما بشرت به الكتب السابقة. احنا شفنا قد ايه ان السيدة خديجة موقفين شغلوها قوي وشغلوا عقلها وقلبها. فإذا برجل من اليهود قد جاء: يا معشر قريش. كانت السيدة خديجة تكن بأم هند، فأرسلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبه للتجارة بمالها. الرسول عليه الصلاة والسلام يلقب بالأمين، فيلقب السيدة خديجة أيضا بالطاهرة،